اهلا بيكم مره تانية، مشرفينا ومنورينا الحلوين الحلوين قوي، نادين وحنين. ازيكم؟ ازي حضرتك؟ عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. كويسين؟ انت مش بتتكلمي ليه يا حنين؟ ها؟ لا عندك كام سنه؟ عندي 7 سنين. 7 سنين كاملين؟ وانت يا نادين عندك كام؟ عندي 12 سنة. 12 سنه. انتوا اخوات صح؟ واسمائكم جميله قوي، بتتلخبطوا في الاسماء شويه، انا كنت هتلخبط دلوقتي. يعني طيب قولوا لي انت شطار في ايه؟ انت شطار طبعا في كل حاجه، بس في حاجه انت شطار فيها قوي مع بعض. انا بكتب شعر وشاطره فيه، وهي بتلقي. وهي بتلقي الشعر، يعني عاملين تكامل مع بعض كده، واحنا اخوات بنساعد بعض. طيب قولي لي انت بتكتبي في مجال ايه؟ يعني مثلا عن ايه وعن ايه وعن ايه؟ لا انا بكتب في كل المجالات، بس كتابتي بتكون في العاميه مش في الفصحى. مش في الفصحى. بتعرفي تكتبي كويس ولا حد بيساعدك؟ انا بكتب لوحدي، واحيانا لما بكون عايزه موضوع، فكره، يعني فكره موضوع او حاجه، ممكن اخدها من مثلا حد يساعدني فيها، زي ماما نونا او استاذ بستيوني عبد اللطيف. هما اللي بيساعدوكي. لكن انت شاطره، مين اللي قالك ان انت يعني بتعرفي تكتبي شعر كويس؟ يعني مين اكتشف؟ ماما في الاول هي اللي اكتشفتني. اكتشف ان انت بتعرفي تكتبي شعر، قالت لك ايه؟ هو في الاول انا ابتديت اكتب شعر ابتديت اكتب شعر في يناير، اللي هو ثورة 25 يناير، 2011. بس حاجات كانت بسيطة جدا. فماما ابتدت تنميني وتشجعني ان كنت انا في سنة ابتدي، كام ساعتها؟ يعني تالتة انت كده. دلوقتي في سنة كام؟ انا دلوقتي اولى اعدادي. ما شاء الله. انت شو بتتكلمي ليه؟ سايبانا احنا نتكلم كده وانت قاعدة ساكتة؟ انت بتعملي ايه بقى؟ بعملي. بتلقي الشعر ولا بتكتبي شعر؟ لا بلقي. بتلقيه، يعني بتقوليه. مين قالك يعني أول مرة ألقيتي فيها شعر كان إمتى؟ يعني من سنة مثلا ولا من شهر؟ لا من سنتين. من سنتين بقيتي تلقي شعر، أنت صغيرة، كنت أصغر من كده كمان 5 سنين. مين؟ طب أمال كنت كام؟ كنت عندي 6 سنين. مش 6 سنين، يعني تقريبا من سنة. مين بقى يعني كان أول شعر ألقيتيه كان إيه؟ مين اللي كان كاتبه؟ أختي. أختك؟ طيب ممكن تقول لنا حاجة كده؟ نقول حاجة مع بعض؟ يلا قولوا مع بعض. سينا إرادة عزيمة وتحدي، سينا اللي حلفت لو الكون ده ضدي مهرقة على خايب، سينا اللي حلفت تكون البلد دي عروس المدايب، عروسة بإيمانها وأمانها وعملها، عروسة بجمالها وجيشها اللي شايل رايات العزيمة. يا بلدي أموت لك وأشوفك عظيمة، ولا أسمح بإنك تدوقي الهزيمة، وعيش لك فرش لك بإيدي الكريمة جناين ورود. تحية لجيشك، سويسك عريشك وكل الحدود. تحية وكل اللي ساعدك وعزم الجنود. تحية لجيشك، سويسك عريشك عرين الأسود. تحية لمصر. يا مصر صبر على الجراح، ليه كل ده؟ معقولة هنسكت على اللي راح ونسيب وطننا للعدا؟ يا مصر، مش مصر دي اللي تعيش بإيد متأيدة؟ مصر الفدا، مصر الإرادة والعزيمة والتحدي والانتصار. مصر يعني هزيمة لوكسوس مرورا بالتتار. مصر مقبرة الجزاء، مصر طرف الانكسار. مصر شريان الحياة، مصر فرحة في كل دار. مصر لسه دورها جاي، اسمعوا وشوفوا اللي صار. أيوة طال الانتظار، لكن الوطن لملم جراح. شعب مصر الحر صار، قال نجيب في حق اللي راحوا في معركة ما حاربش فيها واتغدرنا، بس رب الكون أمرنا بالفداء والتضحية. لو نموت لأجل انتصارنا الشهادة أمنية، والأغبية فاكرين يئسنا، نسيوا برضو إن جيشنا عمره ما بيخسر معارك. اسألوا كتب التاريخ، اسألوا كتب التاريخ، اسألوا كل اللي شارك عن طبيعة شعب مصر. خير جند الله في أرضه ينقتل لو 1000 مرة، ينقتل لو 1000 مرة وعمره ما يفرط في عرض. مصر طول العمر حر، مصر طول العمر حر، وغصب عن عين اللي عرضه هننتصر ويدوقوا نارنا. جيشنا قوم رد اعتبارنا،
خد بطرنا، رجع الفرحة لعيوننا يا بنت صرنا، قول عبرنا وابتدينا الملحمة، طيرتنا صد عين الشمس زلزلت السما، مدفعية ودبابات والجنود في المركبات، عبر جسر الأمنيات وقفوا ساعة الزمن، يا مصر عمري لو التمن يرخص فداكي، يا مصر أنا بروحي فداكي في كل وقت، شكرا يا جيش الشعب وعدتنا وصدقت، فالمجد للي عبر وتحية للي سهر، أرحت طول الوقت، شكرا يا جيش الشعب وعدتنا وصدقت، شكرا يا جيش الشعب وعدتنا وصدقت، شكرا يا جيش الشعب وعدتنا وصدقت. شكرا لجيش الشعب وشكرا ليكوا. ايه ده، ايه الابداع، ايه الجمال ده، ايه ده، انت اللي كاتبه الكلام ده بجد والله، انت شاطره جدا، وانتوا ايه الشطاره اللي انتوا فيها دي، وبتقولوا بطريقه جميله جدا، انا جسمي اشعر وانتوا بتتكلموا. انت حافظاه ازاي كده وانت صغيره كده؟ عادي، ماما عادي، بتحفظني. ده انا وانا قد كده ما كنتش اعرف اقول الكلام الجميل ده. ماما بتحفظك؟ تحيه لمامتك طبعا، بس انت جدعه قوي وانت كمان شاطره جدا، انت اللي كاتبه الكلام ده كله، ما شاء الله، حلو جدا، حلو قوي قوي. شكرا. ليه خدتي الطريق بتاع الحاجات الوطنية الجميلة اللي كل الناس بتحبها دي؟ معرفش، هو انا ابتديت في حاجة وطنية فحبيت اني اكمل في حاجة وطنية، بس انا ما بعملش وطني بس، يعني انا بعمل كمان للام وبعمل كمان للاب حق الطفولة وكده يعني. بس رائع، يعني انتوا رائعين بجد، يعني انتوا فاجئتوني، انا كنت عارف ان انتوا شطار بس ما اعرفش شطار قوي كده. انت ايه اللي بتقوليه ده، عارفه اللي انت بتقوليه ايه معناه ايه ولا نص نص؟ كفايه ان انت، كفايه ان انت وصلت لنا احنا المعنى الجميل ده، يعني انت كفايه، حتى لو انت مش حاسه بالمعنى قوي، بس انت وصلتي لكل الناس اللي بتتفرج علينا معنى جميل جدا. انت عارفه الدور اللي انت بتقومي بيه ده، حاسه بيه، حاسه ان انت موهوبه كمان، ان شاء الله هتبقوا يعني قد الدنيا دي كلها، وتبقوا يعني ان شاء الله من اكبر الشاعرات في مصر. طيب مجهزه لنا حاجه عن الام؟ طيب قولي لنا. تسمحيلي تسمحيلي يلي طول عمرك دليلي، مهما كان الليل طويل يلي دايما ترسميلي، مثل نهار والدنيا ليل، امي حب الكون ده كله، جنب حبك شيء هزيل. امي ممكن تسمحيلي اعترفلك بالجميل، اشتكيلك ضعف حيلتي، جوه حضنك يا ما شلتي، ليه اشتكيتي في يوم وقلتي مهما حملك كان تقيل. امي نبع الحب انتي، نهر حبك سلسبيل، انتي امي ابويا عيلتي، في الوجود مالك بديل، والحياه من غيرك انتي تبقى ضلمه في عز الليل، وابقى ظلمه لو ما كنتش اعترف لك بالجميل، وابقى ظلمه لو ما كنتش اعترف لك بالجميل، وابقى ظلمه لو ما كنتش اعترف لك بالجميل. الله عليكم، انت تقعد تعملوا بروفات في البيت كتير، ها يعني عشان تطلعوا شطار كده ما شاء الله وحافظين، يعني انا حتى لو جيت احفظ حاجه هلاقي نفسي مع الوقت بنسى، لكن انتوا اتنين بيقولوا ومترتبين، يعني مرتبين مع بعض، انا بسكت امتى بتختاروا بقى مين يعني مين اللي بيقول، انا اللي اقول الحبه دول وانا اللي اقول الحبه دول؟ لا يعني على حسب، يعني مثلا الجزء ده يليق عليا انا اكتر، الجزء ده يليق على حنين اكتر، ماما هي اللي بتشوف ماما اللي بتقعد كده وتهندس معاكم. عشان يعني هي اللي بتدربنا احيانا على الالقاء، مش احيانا ده كتير دايما، يعني هي اللي بتدربنا دايما على الالقاء. ف يعني انت في سنه كام يا حنين؟ اولى. اولى ابتدائي؟ لسه صغنطتة خالص. عاملة ايه في المدرسة؟ كويسة. كويسة؟ شاطرة؟ بتقولي لأصحابك شعر في المدرسة؟ بجد؟ بيسقفوا لك؟ كتير؟ يعني حاسة ان اللي انت بتعمليه ده حاجة كبيرة ومهمة صح؟ طيب قولي انت نفسك في ايه لما تكبري؟ ابقى دكتورة. دكتورة مش هتبقي شاعرة؟ عايزة ابقى الاتنين. الاتنين مع بعض؟ ان شاء الله هتبقي الاتنين. وانت يا نادين؟ نفسي اكون شاعرة، ونفسي كمان اكون اطلع مضيفة طيران. مضيف الطيران، يا ربنا يوفقكم انتوا الاثنين ان شاء الله وتعملوا اللي انتوا عايزينه. مجهزين لنا ايه كمان؟ انا مش عايز اتكلم، عايزكم انتوا اللي تقولوا. في قصيده الحنين ممكن تقولها لوحدها. يلا. شايفين الايثار كمان، يعني شوفوا بتقول لاختها هي اللي تقول. قولي يا حنين. قولي. قررت. قررت اكون مولود جديد، اكون ملكه باخلاقي، بترياق المحبه تزيد، هلملم كل اورائي،
هلملم كل اوراقي واضحي بكل اشيائي، واشوف لو كان في شيء باقي في حكم الايد. انا قررت ابقى سعيد، قلت ادور على السعاده في كل مله وكل دين. قلبي قال لي استني لحظه، انتي مش اسمك حنين؟ قلت اه. قال لي عارفه هو ايه سر الحياه؟ التسامح والتصالح والقناعه والرضا، هما دول طوق النجاه. ده النبي يوم فتح مكه اهدى لشرك الحياه، لما كان قادر عليهم كان في جيش جرار معاه. بس دي اخلاق نبينا واصله في الكوم وانتهى، والنهارده يلا بينا نقتدي باخلاق نبينا. نزرع الورد بايدينا احلى من تاني الحياه، نرسم البسمه في وشوشنا مستحيل في شيء يحشنا. ده النبي يروي عطشنا لما نكون على الحوض معاه. ابتسامتي في الشخويه مش كتير لما طبطب على الفقير، لما يوم على بلد اغير والوطن يبلغ مناه، هبدأ احس اني ليا دور انا في الحياه. بالتسامح والتصالح والقناعه والرضا، هم دول طوق النجاه. الله عليكي الله عليكي، انت عارفه باللي انت بتقوليه ده بتوصلي رساله اكتر ما اي حد حتى لو مذيع يطلع يقول ويتكلم من هنا للصبح. وانت صغنططه كده، عارفه كام واحد لما يتفرج عليكي وانت بتقولي الكلام الجميل والرائع ده هيقتنع ويعمل اللي انت بتقوليه؟ يعني انا اتعلمت منك دلوقتي التسامح والرضا ونضحك في وش الناس، صح؟ مش ده اللي انت قلتيه؟ انت عارفه بقى اللي انت بتوصلي الحاجات دي للناس كده؟ حاسه بقيمه اللي بتعمليه؟ حاسه ان انا مبسوطه كده، هبقى كده ممثله كبيره ومشاعره كبيره. ان شاء الله تبقي ممثله كبيره وشاعره كبيره وتوصلي اهم حاجه الرساله للناس. خلاص نادين، محضره لنا ايه عشان وقتنا بيجري؟ محضره قصيده كده ان شاء الله تعجبكم. طيب نختم بدي يا جماعه، معانا قد ايه؟ طيب يلا قولي يا نادين ونختم مع نادين، وهنسيبكم بعد يعني الشعر اللي هتقوله نادين مع الفقره الاخيره في برنامجنا، واللي هتكون ان شاء الله كل خميس فقره كلام ستات. قولي. عايزه اقول ان التميز مش مجرد كم لقب، التميز والرياده محتاجين جهد وتعب. يلا غاويين البلاد، يلا غاويين البلاده والكسل، أصبح عباد ابعدوا سيبوا البلد. وطني مش محتاج عدد، وطني لو طلب المدد ألف إيد تتمدله. شوفوا مجدعة الولد، شوفوا مجدعة الولد واللي قرر يعمله. لما ندهت مصر لبة، لما ندهت مصر لبة وحب حبة اسمع لها، ساب سلاحه بالمحبة قام يوحد شعبها. بكفاحه وبصلاحه جاب حق شهدائنا اللي راحوا في أرضها وفي سماها وفي بحرها، هما في الجنة ونعمها ويا حرها، واحنا بنلملم كسرها. واللي حاولوا يعدوا سرها واللي باعوا نكروا دورها، لسه دورها ما انتهاش. مصر قد الكون بحاله، ياللي فاكرين الوطن يتباع بلاش، ياللي فاكرين الوطن يتباع بلاش. شكرا، شرفتونا.